السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير. تعالوا نتكلم شوية عن الفخار. ايه الانواع الصحية وايه الانواع اللي انا المفروض ما اشتريهاش علشان ممكن ما تكونش صحية، وايه الطريقة الصحيحة اللي احضر بيها الطاجن ده علشان يبقى جاهز للاستخدام، وكمان ازاي اعتني بيه علشان يعيش عندي اطول فترة ممكنة. في البداية لو اول مرة بتشوفوا قناتي، معكم امل حسن قناة اوبن بوفيه، وعايزاكم لو عجبكم الفيديو ان شاء الله تعملوا له لايك وشير، وتعالوا نشوف ازاي نقدر نستخدم الفخار بطريقة صحيحة. عندنا اكتر من نوع من الفخار، الفخار اللي مش مطلي اللي هو بيبقى بلون الطمي العادي جدا، والفخار المطلي سواء مطلي من بره او مطلي من جوه بيبقى مطلي بمادة لامعة زي ما احنا شايفين كده. المشكلة في الفخار ده، في الانواع دي يعني من الطواجن، ان الاوقات بيبقى المادة اللامعة دي ملونة بالوان ضارة، الرصاص او الزرنيخ بيبقى داخل في الالوان دي لو انت مش شارياها من مصدر موثوق منه، والمواد دي لما بتتعرض لحرارة عالية بتدوب في الاكل وبتعمل مركبات ضارة بالجسم مع كتر استخدامها. فانا هبتعد تماما عن ان انا اشتري اي فخار ملون او مطلي بطبقة لامعة سواء من بره او من جوه، لان اللي من بره ده بيبقى بيتكسر بسرعه شويه، حتى لو انت لقيتيه مطلي من بره ومش مطلي من جوه فهيبقى عرضه لان هو يتكسر. الملون زي ما قلت لكم الا اذا انت طبعا ضامنه المصدر اللي انت شاريه منه وبيبقى مكتوب عليه ان هو صحي، فهي الحاله دي الوحيده. لكن لو بنشتريه عادي كده من مش ضامنه مصدره، فخلاص انا افضل ان انا اشتري النوع اللي مش مطلي اللي احنا شايفينه قدامنا ده. تعالوا بقى نشوف طيب ازاي ان انا اشتريه. اول حاجة ابص في الفخار ده كويس جدا، لو لقيت اي شرخ في اي جزء منه من الجوانب او من اي جزء حتى لو خطوطه رفيعة جدا ما اشتريش ابدا الفخار ده، لانه هيطق منك اول ما هيدخل الفرن. يعني تبص في الجناب كويس، اعملي كده بايدك، شايفين؟ بصوا هتلاقي فيه طبقة يعني حاجة بسيطة جدا من التراب كده في ايديكي، مش طبقة كبيرة، وتخبطي عليه خبطتين. لو الصوت بتاعه فيه رنة ده بيبقى كويس، لو الصوت مكتوم بلاش برضو نشتريه. وافضل انواع الطمي هو الطمي الاسواني، بيبقى لونه محمر شوية. طيب انت اشتريتيه غسلتيه طبعا بمية كويس جدا، وبعدين هتنقعيه في سواء ممكن في الحوض، تسدي الحوض وتحطيه، او في اي حاجة عميقة، المهم ان هو يبقى متغطي ليلة كاملة بمية عادية جدا من الحنفية، مش سخنة ولا اي حاجة، مية برد عادية، بتسيبيه ليلة كاملة وبعدين بنشيله وبنحطه على وشه بحيث يصفي كل المية اللي فيه. ونبدأ بقى، شايفين اول ما يجف معانا بالشكل ده نبدأ بقى ان احنا ندهنه بطبقة زيت بالفرشة او بقطنة، المهم ان الزيت اللي انت بتستخدميه ما يكونش ليه ريحة علشان ما يأثرش على ريحة الطاجن بعد كده، يعني حاولي تستخدمي نوع زيت يكون كويس. بصوا هو الموضوع بيبقى فيه كذا خطوة بس في النهاية بيعيش معاك الطاجن فترة طويلة، ده أولا. ثانيا احنا في حاجات اللي هو المسامات بتاعته دي لازم تتقفل في فران، كانوا هما بيستخدموا فران لدرجة حرارتها عالية جدا، احنا في البيت مش هيبقى متوفر عندنا الافران اللي هي درجة حرارتها مرتفعة قوي دي، فاحنا بنعمل الحاجات دي بحيث ان احنا نقفل المسام بتاع الطاجن ده، والاكل ما يدخلش يتحد مع المركبات بتاعته لو في اي مركبات في الطمي نفسه مش مظبوطة. يعني انا هنا دهنته وسبته لغاية ما الجوانب بتاعته نشفت بالشكل ده، ابدأ اعمل الخطوة التانية وهي ان انا احط فيه معلقة من الملح واعصر ليمون، وبقشر الليمون برضو هنعمل الجوانب والجزء ده ومن تحت ومن كل الاتجاهات بقشر الليمون كده وبالليمون بعصير الليمون والملح كله تدعك كويس جدا. الطريقة دي انا كنت شفتها من فترة، دي طريقة مختلفة عن الطرق اللي احنا متعودين عليها بتاعة العسل الاسود والسمنة والكلام ده، انا عجبتني الطريقة دي جدا واستخدمتها من فترة، حبيت ان انا اوريها لكم علشان لو في حد ما يعرفهاش يستخدمها ويشوف يعني النتيجة بتاعتها، ان شاء الله هتعجبكم. انا سبته ساعة وبعدين غسلته وبحطه على وشه كده بحيث ان هو يصفي اي مية فيه، بعد ما يجف معايا بالشكل ده بدهنه تاني بالزيت من كل الاتجاهات، من بره ومن جوه، من تحت من الجوانب، وبكون مسخنة الفرن وادخله في الفرن واطفي الفرن على طول، يعني بتحطيه في الفرن بس هو ياخد السخونة الاولانية كده بحيث يتعود على الحرارة بالتدريج، يعني تطفي الفرن وتحطيه، دي اول مرة.
تاني مرة بقى بتحطيه في الفرن وهو الفرن بارد، وتولعي بحيث يسخن بالتدريج في الفرن، وتسيب الفرن بقى من 2 لـ3 ساعات، ونكرر الموضوع ده اكتر من مرة لغاية ما امسك المنديل بالشكل ده يعني امسحه بالمنديل بالشكل ده، يطلع المنديل نظيف معايا ما فيهوش اي اثار لاي حاجة خالص. طبعا انا بكرر الموضوع اكتر من مرة، علشان زي ما اتفقنا ان الفران اللي هم بيستخدموها بتبقى فران درجة حرارتها عالية جدا، مش هنلاقيها احنا في البيت. اخر خطوة هعملها ان انا بجمع اي بواقي خضار عندي، مثلا جزر، عيدان كرفس، عيدان كزبرة خضراء، قشر بطاطس، قشر بصل، اي بواقي خضار عندك تجمعيها في كيس كده في التلاجة، وتحطيها مع شوية اعشاب، ورق لورا، روزماري، قرفة، جنزبيل بودر او شرايح جنزبيل فريش عندك. الخطوة دي اهميتها ان الطبخة الاولى في الفخار تاخد ما تاخدش طعم التراب. يعني انتوا عارفين الطاجن ده لو استخدمتيه اول مرة في الاكل بيبقى فيه طعم كده شبه طعم التراب شوية، انا عايزة الطعم ده يروح دلوقتي. هغطي القشر الخضار ده والحاجات دي بمية وادخلها الفرن. طبعا الكلام ده كله هيترمي، احنا مش هيتاكل طبعا، اكيد طبيعي يعني، فانا مش عايزه الاكله الاولى يبقى فيها ريحه مش لطيفه، وهدخله برضو الفرن. ممكن لو مش عايزه تولعي الفرن انا ده هعمله لكم فوق على البوتاجاز، بس بشرط ما يتحطش على النار مباشره، تكوني حاطه صاجه الفرن او اي صينيه عندك قديمه تحطيه برضو وهي الصينيه لسه بارده، وتولعي عليه وتغطيه. كل شويه نحرك الميه في الجوانب بالشكل ده علشان اي ريحه فيه تروح منه. ده اللي انا طلعته من الفرن. عايزه بس اقول لكم ان انت ما تطلعيهوش على اي حاجه مبلوله، مطلعيه على حاجه خاصه يا اما خشب يا اما قماش بالشكل ده، ما تطلعيهوش ابدا السطح اللي انت بتحطيه عليه ما يبقاش بارد خالص، ما يبقاش فيه ميه، زيه زي البايركس بالظبط. احنا في البايركس برضو بنخلي بالنا من حاجات، هي نفس الحاجات ديت في الطواجن دي. طب تعالوا بقى نتكلم عن تنظيفه. اما بتيجي بقى بتشيلي منه الاكل، ما حاولي ما تستخدميش حاجه حاده فيه. يعني انا استخدمت سباتيولا اهو علشان اشيل منه بواقي الاكل كلها، اي حاجه لازقه عندك بالشكل ده بالسباتيولا وتطلعيها. دي حاجه. الحاجه التانيه هغسله بميه عادي جدا، مش هستخدم فيه صابون، لان الفخار ده بيبقى فيه مسامات ممكن الصابون يدخل فيها وبعد كده يتفاعل مع الاكل. امال انا هنضفه ازاي لو في ريحه؟ وبرده انا معايا هنا معلقه صغيره من بيكربونات الصودا، هضيف عليها حوالي معلقتين كبار من الخل، وهغسل بيها الطاجن مش بليفة خشنة، يعني بحاجة برضو اللي هي الاسفنجة اللي هي زي دي كده، عشان لو في اي حاجة لازقة ممكن تعمليها بظهر الاسفنجة، وبتشطفيه مباشرة البيكربونات والخل ما يتسابوش ابدا في الطاجن علشان ما يعملش تآكل فيه، فعلى طول تشطفيه على طول مباشرة، ودايما تسيبيه علشان ينشف تحطيه على وشه زي ما اتفقنا، بحيث ان مفيش اي مية ولا اي رطوبة تعمل عفن فيه. خلوا بالكم لانه غير بقية الحاجات، يعني مش زي مثلا الاستانلس ولا الحاجات التانية، لا هو بيبقى فيه مسامات. الفخار صحي جدا يا جماعة استخدامه، بيعادل الحموضة بتاع الاكل، ممكن ان انت ما تستخدميش فيه كمية زيت كتيرة، كمان بيحافظ على الفيتامينز اللي موجودة في الخضار، وبيدي طعم حلو جدا للخضار، بشرط ان احنا نعمل الخطوة بتاعة بواقي الخضار اللي احنا عملناها دي بتمتص اي طعم ولا اي ريحة موجودة في ريحة الطمي. يعني ان شاء الله هكتب لكم فوائد كتير للفخار، هتلاقوها في صفحة الفيسبوك، هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف. متنسوش تشتركوا في القناة وفي صفحة الفيسبوك، ويعملوا لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.